السلام عليكم فاميليا، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير مزيانين. كنغيب عليكم وكنحضر من جديد. نتوما عارفين العمل الوقت ما كيسمحش، الجو بارد ومعيان ومريض، قلت غنخرج نعمل لكم شي فيديو باش ما نغيبش عليكم. المهم اخوتي، اليوم ان شاء الله جيت نتعاودكم في واحد الموضوع اللي كيسقسوني فيه بزاف ديال الدراري في الواتساب ميسنجر، وانا نهضر معكم في هذا الموضوع. سبق لي هضروا فيه بزاف ديال الناس. المهم انا نهضر فيه على حسب الفكره ديالي، التجربة ديالي، وانا اعطيكم يعني اللي داز عليا انا او لا اللي دوزوها صحابي، يعني ما نجيبش فكرة شي واحد اخر، يعني المحتوى ديالي انا، وكنحتار يعني مواضيع اي واحد، يعني كل واحد والطريقة ديالو، كل واحد كيفاش دوزها. المهم اخوتي، انا نعطيكم الطريقة ديالي وما دوزت انا. المهم اخوتي، الناس اللي كتجي اسبانيا اول نوبة، يعني مع يعني واحد الانسان كيجي اسبانيا اول نوبة شنو خصو يعمل؟ انا عندو يعني كاينين بزاف الطرق، يعني كاين ناس في اسبانيا جاو بالفيزا، كاين اللي جا بالتجمع، كاين اللي جا كل واحد وكيفاش. المهم حنا عندو كل طريقه ديالها. بارد وكنتعاود معكم ومبيبح. المهم عنبداو بالناس اللي كتجي بالفيزا. نتوما كتعرفوا الناس اللي كتجي بالفيزا، كتشد الفيزا كتجيني هنا، سواء عندها 45 يوم سواء 3 شهور على حسب الفيزا اللي عنده. الانسان اللي كيجي اسبانيا اول نوبه عنده الفيزا، يعني كيكون عنده اوبورتونيدات، كيكون عنده المحاولات باش يقدر يبدل بلايص. مثلا جيتي بالفيزا تقدر تتحرك فيما مشيتي، يعني ما تخاف لا من مخزن لا حتى شي حاجه، يعني عندك تاشيره تقدر تدور بها ديك المده اللي عندك تينا فيها الفيزا، مثلا 45 يوم. ديك 45 يوم طبعا كتجي معك الصريف، يعني انت كتكون قبل ما تطلع كتكون عندك واحد الموطا اللي غتمشي ليه، سواء الاصدقاء، العائله، الاخ ديالك، الاخت ديالك، الى اخره. المهم اللي كدك الانسان اللي كيجيب الفيزا اخوتي، راك عارفين يعني يقدر يمشي عند الاصدقاء ديالو، يكون عامل معاهم، يسكن معاهم، يكري ويقلب على خدمه ولا يعاونوه ولا يجي عند العائله ديالو، يعني ما كيلقى الصعوبات بزاف في الاول. يعني ديك المده اللي كيجي فيها فيزا مثلا 45 يوم، انت يعني انت خصك تسوبي راسك، انت يعني كتكون عندك محاوله، يعني تقدر تمشي لشي مدينه ما عجبتك شي، تبدل مدينه تمشي لواحد مدينه اخرى، يعني على حساب انت في البلايص اللي غتمشي ليهم، يعني تقدر تقلب على خدمه، يعني تحرك، يعني عندك اوبورتونيدات، يعني ما غنلقاش مشكل باش نعاود لك في هذا الموضوع هذا. يعني عندك الاصدقاء غتمشي عندهم، غيدوباني واك، غتفتش الخدمه، المهم غتعمل شهاده السكنه الى اخره، ما غتلقاش صعوبات. يعني ديك المده اللي غتكون هنايا تخصك تكون يعني عندك فيك الزعامه وعندك واحد الهدف. بالنسبه للانسان اللي بالفيزا، يعني ضروري تكون مثلا ماجي معك واحد الفوندو اللي غدوباني به، هذه الاولى. نجيو النوبه الثانيه، الانسان اللي كيجي اسبانيا وما عنده حتى شي واحد، يعني لا عنده لا يماه لا باباه لا خال اختو، حتى شي واحد، وهادنا فيها بزاف الانواع. يعني حنا عندو هاد الانسان اللي كيجي اسبانيا وما عنده حتى شي واحد، يعني اللي كتجي اسبانيا وما عندك حتى شي واحد، سواء نزيتي حارق في كار ولا في كاميون ولا في باطو على حسب فيجي، كتكون اخوتي يعني واحد الانسان اللي كيجي اسبانيا ما عنده حتى شي واحد، يعني اول حاجه لا كان نقي، يعني خصو يمشي نقي اول حاجه، يعني ما تجيش ديك الحوايج مصاخ، وهادي ديما يكون عندك الاحتياط، الحوايج في البلاستيك يعني مخبين، حيتاش المخزن لا شافك، خصوصا في الاندلس، منطقه الاندلس يعني في حمالقه، طريفه، الخزيرات الى المناطق الجنوبيه، لا شافوك مسخ وحالتك غيعرفوك حارق. يعني اول حاجه غيهزوك غيديوك اكسترا خيريه، غيصوروك يبصموك يديوك اكسترا خيريه. يعني حاول ما امكن تجي وتجي معك شي ميكا فيها الحويجات نقيين، باش كي كتجي كتلبس عليك نقي ما كتبانش عليك الصفه د واحد يعني عاد وصل اسبانيا. وثاني حاجه يعني غاجيتي تقصد البويبلوات، يعني نزلتي في الغابه حاول تخرج شي بويبلو اللي تقدر تلقى ديك الناس، ديك المايجوريز، ديك الناس كبارين يديبانيوك، مثلا تعيط في التليفون لعائلتك ولا الاصدقاء ديالك، ولا تقلب على شي جامع. واخا الجوامع ما غيعاونوكش، حيت حنا الجوامع ملي غيقصد شي واحد الجامع كيقولوا هذا راه هذه هي الخدمه ديالو، يعني كيدور على الجوامع كيجمع هيدا. يعني انت الا مشيتي لشي جامع شي بويبلو مثلا في الاندلس، يجمعوا لك باش يديبانيوك، باش تلق يجمعوا لك فلوس ديال الترانسبورتي تمشي تشبر الكار مثلا عند الاصدقاء ديالك ولا على حسب.
المهم يعني اول حاجه هذاك اللي خصك تعدل اخوتي، يعني بنادم يعني غتبات في الزنقه هذه ما غتفلتش منها، لكن عندك حتى شي واحد غتبات في الزنقه شنو هي، ولكن لو تشوف يعني تشوف بيت الله، الله على الله وعسى يعاونوك، يعني تلقى الناس اللي فيهم الرحمه، باقي الناس الحمد لله كيعملوا الخير. انا توصلني هنايا حاول ما امكن تشوف شي ناس شي عائله دي بانيوك، لا باللباس لا بالماكله لا بالترانسبورتي، بس طلع بحالك تحيد منطقة الجنوب. المهم ملي كطلع اخوتي كطلع المنطقه اللي باغي تمشي ليها، يعني غتقصد لا مجبرتي ما تقصد، غتقصد الصليب الاحمر، الصليب الاحمر هي كروز الروخه، اولا غتقصد كاريطاس، هادوم اللي يقدروا يعاونوك في الاول على حسب هادوم اللي كيعاونوا المهاجرين. غتمشي عندهم غيعاونوك بالاكل باللباس، يقدروا يديبانيوك مثلا في شي كامب ديال اللي كينعسوا فيه المهاجرين على حسب فين مشيتي، احسن منطقه اللي مشيتي لها كل منطقه وكيفاش كيتعاملوا مع المهاجرين. المهم اخوتي انت ما كتعرفوا يعني كتمشي ديباني راسك في نفس الوقت غتبقى تبات في الزنقه، حاجه طبيعيه ما نقولوا ما فيهاش العيب، غتبات في الزنقه وحاول بما امكن تشوف شي واحد اللي يدوب بانيك، خصوصا الدراري الحومه ديالك ولا العائله ديالك، وتعمل شهاده السكنه. ملي كتعمل شهاده السكنه عاد كتولي انت عايش اوروبا، عاد انت موقف اسبانيا. ملي كتحسب انتينا كتحسب داك القانون ديال 3 سنين، يعني من نهار اللي كتعمل شهاده السكنه كتحسب انتينا عايش اسبانيا اخوت. المهم ملي كتعمل شهاده السكنه كتحاول مثلا تمشي دا، يعني انتينا كتبات في الزنقه، ولكن عمل لك شي واحد شهاده السكنه حاول يعني تتحرك، يعني ملي كتعاونك وزروخه ولا كاريطاس كتعاونك بالماكله وكديباني مع شي واحد، حاول بما يعني حاول ما اي من تمشي لمناطق فلاحيه، حاول تمشي مناطق فلاحيه، حيت المناطق الفلاحيه دابا باقي فيها الغفله، كتلقى الكامبو خدامين فيه 6-7 ديال الناس، يعني 3 خدامين بالكواغط وجوج بلا كواغط، فهمت؟ يعني كيخبى هذا، يعني قصد مناطق فلاحيه بحال مرسيا بحال الميريا، هو بصح كاين الغاشي بزاف، ولكن انت وزهرك، يعني انت ومع من تلاقيتي ورزيق ديالك اللي كان عندك مكتب راه يكتب لك. يعني اخوتي الا مشيتي مثلا لشي بويبلو كنتي كتفات في الزنقه، حدك تبدا تخدم يعني تولي تاتينا، خصك تندمج مع هاد الناس هادوما. وباش تندمج مع هاد الناس اخوتي خصك ملي تكون عندك شهاده السكنه حاول تمشي للمكتبه تخرج الكارطه ديال المكتبه، يعني تبقى تمشي للمكتبه تطالع الكود الكتوبه تريح في الاورديناتور هيدا، يعني تندمج معاهم. عاود مشي عمل الكارطه ديال الطبيب، سهله ما فيهاش الصعوبات، واخا ما كيعطيوك شي ترخيطه سانيتاريه كيعطيوك واحد الورقه فيها عامين، يعني ديك الترخيطه فيها عامين ولا الورقه كتمشي بها للطبيب ومشي تتعلم اللغه. يعني كاينين مدارس د اكسترانخيروس، كاينين في كروز الروخا، كاينين مدارس يعني في اي بلاصه كاين مدارس تعلم اللغه الاسبانيه، حاول تندمج معاهم وبشويه بشويه، يعني انت غادي معاهم، يعني تسجلتي في مكتبات، تسجلتي في كروز الروخا، المهم اكتيبي راسك في ما كنتي، حاول تكون مهني تعملو، يعني تمشي تعمل تكون مهني، بصح التكوين على حسب منطقه، مثلا غتمشي للباسك يعني كاين بزاف ديال كيسهلوا بزاف ماشي بحال مناطق اخرى. التكوين المهني غتمشي مثلا الصليب الاحمر يعطيوك التكوين فيها 70 ساعه 50 ساعه، يعني التكوين يعني باسيكو، يعني ماشي شي تكوين، ولكن على الاقل حاول انت تاكتيفي راسك، يعني تندمج وتعمل بروبات وبشويه بشويه، يعني تخدم تعطي وقتك للخدمه، تعطي وقتك للدراسه، وهكا باش كتحاول تندمج وكتنظم حياتك معاهم حتى كيسهل عليك ربي وتكمل القانون ديالك. ولا كنتي مع خدام مع شي باترون يسوبك، يعني يعمل لك الكونترا وتدفع الوريقات، وهذا ما كان. يعني الانسان اللي كيكون بلا كواغط وجني هنايا هذه هي الطريقه اللي عنده. نجيو الناس اخرين اللي بحال اللي كيجيو مثلا عائله، يعني انت جيتي لاسبانيا انت والزوجه ديالك ولادك وبغيتوا تبقاو في اسبانيا، انا في هذا الاقتراح اخوتي يعني كنصح يعني الزوج يخلي ولادو ومراته في المغرب ويجيني هنايا ويحاول يعني يسوبي راسو كما قلت دابا عاد في هذا الموضوع اللي هضرت فيه، يعني يحاول يكري ويشوف بلاصه ويخدم، وهذه عادي يحاول يجيب عائله ديالو، حيتاش لا جاب العائله ديالو هو ولادو
وخصو يعني خصو يخدم، خصو يسجل ولادو في المدرسه، خصو بزاف د الحوايج. وهنا الوقت كيطير اخوتي، يعني الا جبتي ولادك غتكرفص، يعني غتمشي يعني اول ايام الاولويه غتكرفص فيها. مثلا غتجي خصك تمشي عند الجمعيات اللي غيساعدوك، يعني هنا ما غيساعدك حتى شي واحد الا وعندك عائله ديالك، والعائله ديالك يعني تقدر دي بانيك، اما تهزك انت ولادك راه صعيبه، حيت هنا كل واحد كيقول اح راسي. كاين العائلات اللي كيوقفوا مع يعني مع ولادهم والاسره يعني اقارب، ولكن على حسب كل عائله وكيفاش. المهم بالنسبه انا كنهضركم على الناس اللي كتجي عائله، يعني احسن يا خويا يجيب وحديته يعني ويشوف اللي كاين، ومن بعد يصيفط ولادو يجيب ولادو ومراته عاوتاني. على حسب كاين مناطق مثلا غتكون في اسبانيا خصك انت وعائلتك خصك تكون بوحدك، يمكنش تكون مع الزوفريه انت ولادك ومراتك، يعني خصك تكري الدار. وهنايا الكرا خصك يعني مناطق يعني في بويبلوات وفي الجنوب، ولا الا مثلا في اكستريمادورا مثلا، يعني اما في الشمال راه الغلا، الكرا غالي في الشمال، يعني تقدر تلقى الكرا 200 اورو 300 اورو في الجنوب، منطقه الاندلس، منطقه مورسيا، يعني اكستريمادورا كاسيريس، يعني مدريد فوقي غتلقى الكرا غالي. سينو غتلقى شي بويبلو هيدا شي راجل شاري فايدايا يقدر يديبانك، يعني نصارى مثلا اللي كيشوفوا العائله بولادهم كيقدروا يكريو الديار، فهمتي الناس اللي بولادهم. وهذا جبرتوني مبايبح اخوتي وما كنقدرش نهضر، غير كنعمل لكم هذا الفيديو بالدرع اقسم بالله، يعني ما كنت عاوتاني مركز على راسي. المهم اخوتي الندم اللي كيجي اسبانيا، انا قلت لكم اهم حاجه خصو يعمل هو شهاده السكنه، كارطه المكتبه، كارطه ديال الطبيب، لما كتشي كارطه الطبيب يعمل الورقه ديال الطبيب، زائد الدراسه يمشي يقرا اللغه. من بعد اللي يعمل هذا بعض الحاجات يحاول يدبر الخدمه، يعني الخدمه ما غتلقاهاش في الاول طقطق السلام عليكم، لابد غتلقى الخدمه غتسوفري في الاول واحد شهر شهرين ثلاث شهور على حسب. زائد اللغه ضروري، هاد خمسه د الحاجات خصك لابد تعملهم في الاول باش كتندمج مع هاد الناس هادوما. اهم حاجه مع هاد الناس هو الاندماج اخوتي، حاول تدخل معاهم، تريح في قهوه، تتعرف على الثقافه ديالهم، اللغه ديالهم، يعني التقاليد ديالهم، العادات ديالهم. ماش مع الوقت اللي كتكون عايش معاهم كتمشي في الشارع كل يعني بلا خوف، كتشوف بنادم كاين مغاربه حاليا هنايا كيكونوا عايشين في اسبانيا كيشوف غير النصراني كيشوف فيه كيقول هذاك راسيستا، اولا هذاك خانا ما حاملنيش. علاش؟ على حسب العقليه. نحاولوا نساو العقليه اللي عندنا في البلاد ونعملوا عقليه جديده وباش نشوفوا القدام. المهم اخوتي ما خصنيش نعمل فيديو طويل على حسب البرد، وانا هنايا في هذا الجو هذا وخدام في الخمسه د العشيه. المهم اخوتي عجبكم الفيديو ديروا اعجاب، ما عجبكمش ديروا ديزلايك. انا كنعمل كهوايه، كنعمل اليوتيوب كهوايه، يعني انتم كتشوفوا الفلوكات ديالي فيهم كوبي رايت، ويعني لك يعني اللي واحد اللي كيتخلص كيخاف من كوبي رايت، انا ما كنتخلص من اليوتيوب، انا عامله كهوايه، ومنين القدام ما عرفناش الله اعلم. المهم اخوتي كنتمنى يعجبكم الفيديو، والاسئله ديالكم اللي خلى لي شي سؤال وما جاوبتوش يعذرني، يعني تنقرا نقدر نشوفه في شي وقت اخو نجاوبه. المهم انا غنخلي لكم نمره ديال الواتساب اللي نقدر نجاوبكم فيهم في الاسئله، ونبقاو في اتصال. وشكرا للناس اللي كتبعني، ونتلاقاو في فيديو اللي ماجي ان شاء الله. السلام عليكم. يا الرجوله بلاصتكم نحشم مقوله. الو الو ويلي ويلي ناري ناري، يقولوا لي دابا واش هضره ولا شي خط في الحمام كيتعايروا على الصخور.